السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخوتي اخواتاتي، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم بغيت نشارك معكم واحد العمل منزلي اللي هو صباغة الحديد. بعد ما قمت بتصميم طاولة العمل عيطت للصدور، هو قام بتلحيم الطاولة. بعد ما سال من العمل ديالو بقى الدور ديالي صباغة. اختاريت اللون الاسود، ضفت ليه القليل من الابيض باش يعطيني اللون الرمادي داكن ويجي متناسق مع الحائط اللي صبغت قبل، ويكون واحد التناسق زوين. نخليكم مع الفيديو. Thank you.
هذا هو الشكل النهائي ديالنا. حاولت انني نصبغ حتى البلايص اللي ما تيبانوش. قطروا لي بعض القطرات على الزليج، ولكن ماشي مشكل، درت شويه ديال الدوليا درتها في الشيفون ومسحت. خلاص الدوليا كتقضي عليه نهائيا، ما كتخليلوش الاثار. نتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، والى اللقاء.